ولاية الجلفة ب200 رأس من الغنم في إطار التضامن والتكافل مع سكان ولاية البليدة في هذا الشهر الفضيل، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم توزيع اللحوم الحمراء على المعوزين وذوي الدخل الضعيف في مناطق الظل بهذه الولاية. التغطية كانت لعادل عباس. هذه الهبة تتمثل في 200 رأس من الأغنام تم التبرع بها لسكان ولاية البليدة. بطبيعة الحال هذه اليوم راح تحفظ في أماكن التبريد من أجل توزيعها في اليومين القادمين، وهي موجهة إلى سكان العائلات المحتاجة، خاصة في العائلات المعزولة المتواجدة في المناطق البعيدة وفي مناطق الظل على مستوى ولاية البليدة. بالنسبة لهذه القافلة هي تكون من 200 رأس غنم، اللي هي من احسن شتلات على مستوى الوطن، وماهيش وكانت في الفضاء السهوب عايشه، وجبناها ذبحناها في مذبح اللي كيريبون اونورم ديجيان، فيها مراقبه من طرف البياطره، فيها الطابع نتاع باللي راهي صالحه للاكل.